عمل ونشاط، تعاون محبة، حياتنا ملؤها الآمال. عمل ونشاط، تعاون ومحبة، حياتنا ملؤها الآمال. أشبال لا 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 نحب المرح والجد في الحياة، ننشد النجاح في الأعمال. في طريقنا تحلو المغامرات، نحن في دروبها أبطال. أشبال عمل ونشاط، تعاون ومحبة، حياتنا ملؤها الآمال. لا 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 لنا في كل مجال مغامرات تداعب الخيال، أتاحتها لنا بلا جدال متعة الأسفار والتجوال. أشبال أظن أنه الفتى الذي سيرافقنا. هل أنت أحمد؟ أعتقد أنك الأستاذ حسن، وهؤلاء هم أصدقاء الأشبال المتفوقون، وأنا أحمد، فلقد كلفت باستقبالكم، فأهلا وسهلا بكم في مومباسا. إذن فلنرحب بصديقنا، هيا يا أشبال. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم، أتمنى لكم إقامة سعيدة في بلدنا مومباسا. أصبح الصباح يا إخوتي بعطره الفواح، يا فرحتي يا فرحتي بصحبة الأشبال، نلهو معا نحقق الآمال. يا فرحتي أحمد. صباح الخير. صباح الخير، تفضل. هيا. شكرا وآسف على الإزعاج، فسائق السيارة ينتظرون أمام باب الفندق كي نقوم بجولتنا الأولى إلى جميع أنحاء المدينة. تفضلوا وارتدوا ملابسكم. فهمان استيقظ، فأحمد في انتظارنا. ومن قال هذا؟ أنا لم منذ البارحة، أنا جائع جدا. أرجو ألا نتأخر كثيرا، فالأستاذ حسن في انتظارنا. دقيقة واحدة فقط، ففهمان لم يكمل ارتداء ملابسه بعد. إن هذه الشلالات من أجمل الشلالات الموجودة في بلدنا، والتي تعد من المناطق السياحية المهمة. أما هذا السوق فهو من الأسواق الشعبية التي تنتشر في جميع مناطق كينيا. أما ذلك المسجد فهو مسجد مومباسا الكبير، وإلى يمينكم يقع المحيط الهندي. وهذا المسجد أيضاً، إنه واحد من المساجد التي تنتشر في جميع المدن الكينية، كما أنه مثال للعمارة الإسلامية في هذه المدينة. ياه، كم هو رائع! أما هذه المنطقة فتكثر فيها المستنقعات في فصل الصيف. وهل الطعام هنا ملوث؟ بالطبع يا صديقي، فهذه مشكلة. مشكلة؟ ألا يوجد حل لها؟ طبعاً، فالدولة هنا حريصة جداً.
كن مطمئنا. تسبح الطيور إلهنا الغفور، وتنشر الزهور روائح العطور، وها هي المياه والأنهار خريرها منسكب هالدار، تروي الحقول والشجر، تسقي العباد والبشر. بسرعة قبل أن يهرب، هناك نمر كبير. ابتعد عنه قليلا، إذا بقيت على هذه الحال ستكسر عظامه. أنا آسف، لم أنتبه. بالمناسبة نحن موجودون الآن في أكبر غابة في كينيا، وأنا سعيد بصحبتكم أيها الأشبال. ونحن بدورنا نشكرك، بالأمس كنت معنا في مومباسا حيث قمنا بزيارة الأماكن السياحية، والآن أنت معنا في هذه الغابة أيضا. لا شكر على واجب، فهذا واجبنا تجاه أصدقائنا. ذكوان ممتاز، انظرا إلى الفيلة. فيلة؟ ياه، عددها كبير. كم هي جميلة. انظرا إلى أنيابها. الفيل بخمسة أرجل. هذا خرطومها. أخفضوا أصواتكم، ربما الفيلة تسمعنا. يا لا بد أن شيئا ما قد أزعجها. وما هو يا أستاذ؟ لا أعرف. سيارة قادمة نحونا. سيارة؟ ماذا يريدون؟ ما الأمر؟ هل حدث لكم مكروه؟ تعرضنا لهجوم غوريلا ومزقت غطاء السيارة. هل قلت غوريلا؟ نعم، كانت غوريلا ضخمة جدا، لقد أخافت الأشبال. مهما يكن المهم لم يصب أحد بأذى. حسنا، لا تخافوا، إذا رأيناها في الطريق سنطلق عليها النار. النار؟ على كل حال إذا أردتم المساعدة فنحن في الخدمة. إذن لهذا السبب هجمت علينا الغوريلا، بالتأكيد كانت تعتقد بأن ابنها موجود في سيارتنا. إذن هؤلاء لصوص الحيوانات. ماذا تفعل؟ تريد أن تعرف ماذا يوجد في سيارتنا، أليس كذلك؟ سأضعك إلى جانب الغوريلا أيها الفضولي الأحمق. بتصوري كان جريحا ولهذا السبب هاجمكم. لا ندري، الله أعلم. اطمئن يا أستاذ، فنحن حراس الغابة، وعندما نراها سنتدبر الأمر ولن تراها ثانية. لقد تأخرنا. علينا أن نذهب كي لا نتأخر عن عملنا. بأمان الله، رافقتكم السلامة. أين فهمان؟ أين أنت يا فهمان؟ فهمان! انظر يا أستاذ، لقد عثرت على ربطة عنق فهمان. ربطة عنق فهمان؟ أين وجدتها؟ في مكان وقوف السيارة. إذن خطفوه، لقد أضعنا الوقت بالصراخ ولا نعرف ماذا سيحل به. يجب أن نبحث عنهم وفي كل مكان. أستاذ حسن، لدي اقتراح، فهل تسمح لي؟ تفضل يا أحمد. في منتصف الطريق يوجد نهر، وسائقو السيارات لا يستطيعون عبوره، وبالتالي عليهم الذهاب إلى الجسر البعيد، وأنا أعرف طريقا مختصرة.
فإذا سلكنا هذه الطريق وفي هذا الاتجاه سنقطع الطريق عليهم ونوقفهم ريثما تصلون بالسيارة. ماذا سنفعل بالولد؟ بكل بساطة عندما نصل الجسر نرميه في النهر وبهذا الشكل نتخلص منه. وبعد يومين سيجدونه في المحيط. يجب أن نسرع قليلا، إنه بانتظارنا. لا تنفع، هناك تاجر ثالث ورابع. ولكنه دفع لنا الثمن كاملا، فكما تعرف فإنه يدفع أكثر من أي تاجر آخر. إلا إذا قبضت من أحد التجار مبلغا أكبر من هذا فهذا شيء مختلف. هيا أخبرني. أنا أعرف كيف أتعامل مع هؤلاء التجار. لقد غلبتني هذه المرة، وأشهد بأنك ذكي جدا يا صديقي. لو كان معنا فهمان لما حملنا الجسر. هل الطريق ما يزال بعيدا؟ إنه في الوادي أمامنا. فلنفكر بطريقة تجعلنا قادرين على عرقلتهم حتى يصل الأستاذ. ألا ترى جذوع الأشجار هذه وحدها كافية لإيقافهم؟ ولكنني خائف على فهمان. كن مطمئنا، لن يحدث له مكروه بإذن الله. إنهم قادمون. من الذي وضع هذه الأشجار في الطريق؟ لا بد أنها سقطت نتيجة لأمطار يوم أمس. ولكننا لن نستطيع إزاحتها. إنها الفرصة الوحيدة لإنقاذ فهمان. لا تصدر أي صوت. حسن، إنني أسمع حركة بقربنا. اسمعوا. ما رأيك أن نقطع الشجرة إلى قسمين؟ عندها سيكون رفعها على الطريق سهل. فكرة رائعة، اذهب وأحضر الفأس. هيا بسرعة. ما العمل؟ لا يمكننا أن نقترب من السيارة الآن. الأصح أن نقترب كي نستغل الفرصة الأولى. حسناً أيها الصغير، أنت رائع بخلاف هذا الحيوان الذي لم يكف عن الصراخ طوال الطريق. لن يفيدك الصراخ أيها الحيوان، عندما نخرج من الغابة سنقبض ثمنك غاليا. أنا توقف، ماذا حدث لك؟ غوريلا، إنها هنا، النجدة. أيها الجبان، كادت أن تأكلني. إنها بجانب السيارة هناك. سدد عليها قبل أن تبتعد. سدد بشكل جيد. لن تفلت مني أبدا. ماذا تنتظر؟ أطلق.
لكن أنا في أسفل ومنتصف الهدف. هيا لنرى فهمان. أمامي إلى السيارة بسرعة. هيا. يجب أن ينالوا عقابهم، وشكراً لكم لأنكم قمتم بعمل رائع أيها الأشبال، أنقذتم الغوريلا الصغير. سمع فهمان كل ما دار بينهما من حديث. إذن سيكون شاهداً عندما يقدمان للمحاكمة وسيقدمون له الشكر. ذهبت الغوريلا من دون أن تشكرنا. كيف تشكرنا وهي لا تجيد لغتنا يا ممتاز؟ نراك بخير يا أحمد، ونتمنى أن تزورنا في بلدنا إلى اللقاء.